قول النهارده ذكرى مهمه جدا للبطولات الافريقيه واول بطوله افريقيه للنادي الاهلي، لكن بالطبع في تقرير احنا محضرينه عن البطولات الافريقيه. احنا اتكلمنا على البطولات الافريقيه خلال الفتره الاخيره بدايه من 82 حتى 87 ومن 2001 حتى 2013 عدد بطولات افريقيه تحديدا في دوري الابطال 8 القاب افريقيه ساعدتك بشكل كبير على انك تتواجد ضمن الاكثر تتويجا البطولات القاريه. لكن النهارده بما ان احنا بنتكلم في ذكرى 12 ديسمبر لاول بطوله عام 82 واحنا النهارده في 2018 نخرج لهذا التقرير نواصل الحديث مع الكابتن علاء ميهوب. في مثل هذا اليوم الأربعاء 12 من ديسمبر 82 أي قبل 86 الأهلي على موعد أول لقاء مع الأميرة الإفريقية عندما فاز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري. يومها كان الأهلي في مواجهة الفريق الغاني الرهيب أشانتي كوتوكو الغاني يقودها النادي الأهلي في ريهوس إلى تحتزي الجزائري بسبب وفاة الرئيس السادات. النهائي القاري أو الحدث التاريخي بدأ من لقاء ذهاب بالقاهرة يوم الأحد 28 من نوفمبر باستاد القاهرة أمام 60,000 متفرج، وذلك بسبب رفض المجلع تتذاكر للمباراة أكثر من هذا الرقم، وفاز الأهلي بثلاثية من دون رد. امتلأت المدرجات بالأعلام الحمراء والبيضاء والصفراء وروابط المشجعين بمختلف المحافظات. حققت المباراة إيراغة نحو 60,258 جنيه مصري، ويعد ذلك رقما قياسيا لأكبر إيرادية. بعد المباراة طاقم تحكيم من ساحل العاج. تشكيل الأهلي في اللقاء ضم كل من إكرامي، مدحت رمضان، ماهر همام، مصطفى يونس، ربيع ياسين، علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، مختار، محمود الخطيب، ومحمد عامر. فيما شارك الثنائي طاهر أبو زيد وحسام البدري في الدقيقة 72 بديلين للثنائي محمود الخطيب ومدحت رمضان على الترتيب. صنع المجري مصطفى أهداف سليم الدقيقة 10 والرابعة 34 وعلاء في الدقيقة 19. استكمل الحدث التاريخي في نفس هذا اليوم الأربعاء 12 من ديسمبر عام 1900 ألف متفرج، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل لأشانتي جومبان ريمان في الدقيقة 12، وعادل للأهلي محمود الخطيب في الدقيقة 70 بهدف صنعه مختار. عند وصول الأهلي بأول كأس لدوري الأبطال كان الآلاف في انتظاره بالمطار، فيما كان مصطفى يونس قائد الفريق أول من نزل من الطائرة حاملا كأس البطولة. الأهلي حقق 8 مرات 182 1987 2001 2005 2006 2008 2012 2000 وثمانية.